صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم ثلاثة لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية طاجكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. كما صدر عن عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قانون رقم أربعة لسنة 2016 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 ميلادية